السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي كان في سؤال: ازاي اعمل اسلوب مايل؟ طيب بكل بساطة هاجي على الاركتكشر واقول له انا عايز اعمل سيلينج اهوت، واقول له انا عايز اعمل سكتش سيلينج، وبالطريقة العادية برضه تنفع. هبدأ ارسم السيلينج بتاعي اهو من هنا لهنا. طيب انت عايز السيلينج يبقى مايل الناحية الناحية دي، طيب اعمل سيلكت عليه وقول له ديفاين سلوب، وتقدر تيجي على السلوب دوت وتقول له انا عايزه يكون مثلا بزاوية 30 وتقول له اوكي. ودلوقتي لما تيجي هتلاقيه مايل للزاوية ديت، تمام. انا عاملها بس زاوية كبيرة عشان تخلي يعني الناس تلاحظها، انما انت ممكن تعمل سيلكت عليها وتخليها مثلا 3% تطلع معاك بالشكل دوت. اهي خلينا نعمل سيلكت على الحتة دي اخفيها، يطلع معاك مايل بالشكل دوت. فتقدر تخلي الشغل بتاعك مايل لو انت فعلا محتاجه يكون مايل بالشكل دوت.